انضم الينا عبر الهاتف دكتور عبد المجيد سويلم، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. دكتور عبد المجيد، بعد التحيه، كيف تتابع الحراك المصري لانقاذ غزه مع اتصالات لا تنقطع مع كل المعنيين في المجتمع الدولي لايصال هذه المساعدات الى الفلسطينيين المحاصرين في غزه؟ نعم، يعني يوجد بالفعل الان حمله كبيره من اجل الوصول الى هدنه انسانيه او ادخال المساعدات، لكن واضح ان اسرائيل تتعنت الاسباب تتعلق بالهزيمه التي بنيت بها، ولم تجد حتى الان فرصه لاعاده ترميم صورتها التي تحطمت. ولذلك وبصراحه الاداره الامريكيه تتحدث كلاما كثيرا ولا تفعل شيئا، ولذلك نحن امام يعني لحظات حاسمه من عمليات القتل والتدمير والتوحش الذي لم يسبق له مثيل. كنت أستمع قبل قليل إلى فيديو للسيد بلينكن كان يقول بأن قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود عن أي شعب هو عمل بربري. هذا كان قبل عدة أشهر. يعني الذي يجري بالضبط هو العمل البربري الذي يتبرأ من كلامه الآن السيد بلينكن. يعني الإدارة الأمريكية بصراحة الآن هي المسؤولة عما يحصل للشعب الفلسطيني. على كل حال، صحيح أن هناك يعني بالفعل حملات تزداد يوما بعد يوم من أجل يعني إيجاد ممرات إنسانية أو إدخال بعض المساعدات، لكن كمان الشعب العربي كل المنطقة العربية ماذا يقول؟ يقول نعم، تريدون أن تدخلوا بعض المساعدات لكي يموت الغزي وقد شرب يعني كأسا من الماء أو أكل كسرة من الخبز. يعني في هناك أيضا أزمة حقيقية، يعني بأن السقوف التي نتحدث عنها اللي معالجت الأزمة الإنسانية هي سقوف للأسف الشديد ليست عالية وليست حقيقية ولن تحل أي مشكلة، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يتم التركيز عليه. ولذلك إذا أراد العرب أو المسلمين أن يرفعوا السقف وأن يزيدوا من ضغوطهم فلتكن المسألة باتجاه وقف إطلاق النار ووقف هذه المذبحة البشرية المروعة غير المسبوقة في التاريخ البشري الحديث كله. نعم دكتور عبد المجيد، يعني برأيك ما هي الأطراف الدولية الفاعلة التي تستطيع الضغط على إسرائيل للوصول إلى هدنة وتوقف هذا العدوان الغاشم على الفلسطينيين في غزة؟ الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل بشكل جدي هي الولايات المتحدة، ودون الولايات المتحدة لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع القيام بذلك. لكن العرب والمسلمين يستطيعوا أن يرفعوا السقف بحيث تضطر الولايات المتحدة للتدخل. هذا هو يعني إسرائيل لن تخضع للعرب والمسلمين، ولكن الولايات المتحدة إذا شعرت بأن الإقليم سينفجر أو أن هذه الأزمة الإنسانية ستولد حالة انفلات الخيوط التي تتحكم بها الولايات المتحدة في كل منطقة الشرق الأوسط، ساعتها الولايات المتحدة ستجبر إسرائيل على وقف هذه المجزرة. نعم دكتور عبد المجيد، ماذا عن مسألة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية؟ يعني كيف يمكن استغلال هذا الأمر أيضا كورقة ضغط مباشرة من المقاومة الفلسطينية على إسرائيل؟ هذا مهم، ولكن بعد الحرب أكيد سيكون هناك تبييض للسجون إذا بقيت الأمور عند هذا المستوى من التوازن في المعادلة الأمنية والعسكرية. ولكن الأهم من ذلك هو أنه أنا لو كنت محل يعني في مكان حماس لعلمت أنني سأطلق سراح كل المدنيين بدون مقابل وبدون شروط، لأن هذه المسألة من وجهة نظري ستنزع من إسرائيل، من يد إسرائيل والولايات المتحدة ورقة يحاولون المتاجرة بها الآن. نعم دكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.